ما هو تفسير الآية الكريمة بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا؟ الآية 26 من سورة البقرة. نزلت هذه الآية لما ضرب الله مثلين في القرآن الكريم في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، في الآية 17 من نفس السورة، وقوله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، في الآية 19 من سورة البقرة أيضا، حيث قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله تعالى هذه الآية التي نحن بصدد شرحها: إن الله لا يستحي، إلى قوله تعالى: ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يضرب مثلا لهؤلاء الذين يقولون، أي للمنافقين الذين يقولون بأن الله أعلى وأجل من أن يضرب أمثال مثلا النار أو صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. فأنزل الله تعالى هذه الآية تحديدا لهؤلاء المنافقون، يقول فيها إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا.